هاي، لا تقع ضحية لهذه الحيل السبعة الجديدة التي يستخدمها لصوص السيارات. فيما يلي بعض الإحصاءات المحزنة، تسرق مليون سيارة تقريبا في الولايات المتحدة كل عام، والسيارات المستهدفة أكثر هي من نوع تويوتا وهوندا وجنرال موتورز. ووفقا للصوص أنفسهم، يعود السبب إلى أن هذه السيارات تسهل سرقتها أكثر، كما وأن الطلب على قطع غيارها أكبر. حسنا، لا أعلم ما هو رأيك حيال هذا الموضوع، ولكني أود ألا تتخطى جراند ثيفت أوتو عالم ألعاب الفيديو لنرى ما هي الحيل التي يحاول لصوص السيارات استخدامها هذه الأيام، والأهم من ذلك كيف نحمي سياراتنا من السرقة. 1. بدأ لصوص السيارات في الأونة الأخيرة باستخدام هذه المكيدة الاحتيالية بمجرد حدوث تجمع عام أو حفلة كبيرة أو يوم مزدحم في المركز التجاري. حتى يعلن هؤلاء المجرمون عبر مكبرات الصوت أن هناك سيارة معينة يختارونها هم بالطبع، مركونة أمام سيارتهم وتمنعهم من الخروج ما إن ينسحب مالك سيارة من الحشد لتحريكها، حتى يجد مجموعة من الرجال في انتظاره بحوزتهم أسلحة في معظم الأحيان، وهم على استعداد للهجوم عليه مفترضين ولسبب وجيه أن صاحب السيارة يحمل معه مفتاح سيارته. يرغم المجرمون الضحية على دخول سيارتها معهم، وهذا أمر بمنتهى السهولة، يكفي أن يهددوها بالسلاح. أما بالنسبة لنتيجة هذا الهجوم، فتعتمد هذه في كثير من الأحيان على ما يحدث بعد ذلك. ولتجنب وقوعك في مثل هذا الموقف، لا تهرع على الفور خارجا إلى سيارتك، وبالطبع لا تقصدها وحدك، لا تتجه مباشرة إلى سيارتك، تحقق عن بعد مما إذا كانت تعيق سيارة أخرى حقا. إذا تأكدت من أن سيارتك تمنع بالفعل سيارة أخرى من الخروج، تحقق من وجود سائق في السيارة التي قمت بحجزها، ورجاء توخى الحذر الشديد أثناء توجهك إلى سيارتك، وراقب ما يجري من حولك. 2. نعيش في عالم التطور التكنولوجي المستمر، لهذا السبب ليس من المستغرب أن يستخدم الجيل الجديد من لصوص السيارات الأجهزة الحديثة لسرقة السيارات، فيخترق المجرمون أحدث أنظمة بدون مفتاح للدخول إلى السيارات حديثة الطراز، ويحمل الكثير من اللصوص أجهزة إرسال لاسلكية خاصة بالقرب من الأبواب والنوافذ والجدران في منزل مالك السيارة، وتكثف أجهزة الإرسال هذه الإشارة القادمة من حافظات المفتاح التي من البديهي أن تكون في داخل المنزل، ولكنها غالبا ما تكون قريبة من الباب الأمامي. وهذا بالضبط ما يفعلونه، يحاكي جهاز الإرسال بحوزة اللص مفتاح السيارة ويصدر إشارات إلى نظام قفلها، يستجيب نظام القفل تلقائيا ويرسل إشارة إلى المفتاح، ومن المفترض أن يختار المفتاح هذه الإشارة ويستجيب لها. يقوم جهاز الإرسال التابع للص الأول بتوجيه إشارة نظام القفل إلى جهاز إرسال لص آخر يقف بالقرب من المنزل. جهاز الإرسال الثاني بدوره يعيد توجيه هذه الإشارة إلى حافظ المفتاح، ويرسل حافظ المفتاح الاستجابة الصحيحة التي يضخمها جهاز الإرسال الثاني ويرسلها إلى جهاز الإرسال الأول، ثم يتم تمريرها إلى نظام قفل السيارة. بعد كل نبضات الإشارة المعقدة هذه، يتم فتح الباب وتشغيل السيارة، وهكذا تكون قد أعطيت سيارتك ببساطة قبلة الوداع. كيف تحمي سيارتك من هذا؟ ليس من التقبيل بل السرقة. إذا كنت تملك سيارة بخاصية دخول بدون مفتاح، قم بالبحث عن خيار خاص لتعطيل الإشارة اللاسلكية. يمكن أن يمنع قيامك بهذا الاستخدام السيء لنظام الإشارة في المفاتيح. لا تتردد في الحصول على الأجهزة الخاصة التي يمكن أن تحمي سيارتك، مثل جهاز إيقاف التشغيل على سبيل المثال. يوقف هذا الجهاز تشغيل المحرك، مما يجعل تشغيل السيارة مستحيلا حتى تقوم بتعطيله. المشكلة الوحيدة مع هذا الجهاز هي أنه ليس من السهل تركيبه بنفسك، لذلك إذا لم يكن لديك مهارات تركيب جيدة، قد تحتاج إلى استشارة ميكانيكي. حتى لو تمكن السارقون من اقتحام سيارتك، يمكنك أن تسبقهم بخطوة عن طريق الحصول على عجلة قيادة قابلة للإزالة. لابد أن لصوص السيارات سائقون بارعون،
ولكن لا أحد يمكنه التحكم بسيارة من دون عجلة قيادة. نعم، قد يبدو غريبا بعض الشيء أن تحضر اجتماع عمل أو موعدا ما ومعك عجلة قيادة قابلة للإزالة في يدك، ولكن لا عيب في ذلك، أنت تحمي سيارتك الحبيبة فحسب. 3. والآن سنخبرك عن عملية الاحتيال الأخيرة في مجال سرقة السيارات، ومن شأنها أن تنافس أعمال عباقرة الكمبيوتر. يقوم المجرمون بنسخ رقم تعريف السيارة الخاص بسيارتك وإعادة إنتاجه لتنظيم عملية احتيال ضخمة. رقم تعريف السيارة هو حرفيا هويتها، لذلك فإنه بنسخ هذا الرقم ينشئ اللصوص نسخة عن سيارتك. كيف يستخدمونه؟ هناك طريقتان. أولا، لكل سيارة رقم تعريف فريد من نوعه، ويقوم اللصوص بنسخ رقم تعريف من السيارات الموجودة في المواقف أو أماكن الخردة أو وكالات السيارات أو حتى من الإنترنت. بعد ذلك يقومون بإعداد جميع المستندات اللازمة ولوحات السيارة المزيفة، ثم يجدون سيارة مماثلة ويسرقونها. وبمجرد أن يستبدلوا رقم تعريف السيارة الأصلي بالرقم الذي قاموا بنسخه يصبحون جاهزين للانطلاق، علماً أن السيارة المسروقة مع هويتها الجديدة لن تعتبر مسروقة. أما الطريقة الثانية التي يمكن للمجرمين من خلالها استخدام عملية احتيال الهوية هذه، فهي كالتالي: يستأجر أحد اللصوص سيارة، ثم يجد سيارة أخرى مماثلة لتلك التي استأجرها وينسخ رقم تعريفها ويعطي السيارة المستأجرة هذا الرقم التعريفي المسروق. بعد ذلك يعرض المجرم السيارة المستأجرة للبيع على الإنترنت أو من خلال جريدة برقم التعريف المسروق. يقوم عميل بريء بشراء السيارة، وبعد بضعة أيام يسرق المجرم السيارة التي باعها ويعيد لها رقم تعريفها عندما استأجرها، ثم يرجعها إلى مكتب الإيجار. في الوقت نفسه يبلغ المشتري عن سرقة سيارته وهي المستأجرة لكن بالرقم التعريفي المسروق، ويتم القبض على صاحب سيارة هذا الرقم، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة 5 إلى 10 سنوات لجريمة لم يرتكبها. وأنا جل ما يحيرني هنا هو كيف يمكن لهؤلاء اللصوص الحصول على كل هذا الوقت للتخطيط؟ حسناً، ما الذي يمكنك فعله لمنع ذلك؟ الجواب سهل، أبقي رقم تعريف سيارتك مغطاً ولا تكشف عن هذه المعلومات إلا إذا دعت الضرورة لذلك. 4. طريقة أخرى تمكن لصوص السيارات من الاقتراب من سيارتك هي من خلال التظاهر بأنهم ميكانيكيون على سبيل المثال، حيث يبدأون العمل في مرآب أو وكالة أو محطة غسيل السيارات، وبمجرد أن يلاحظوا موديل السيارة الذي يبحثون عنه تصبح مهمتهم سهلة، حيث أن مفتاحها معهم ولا يحتاجون إلى اقتحام السيارة حتى. ما الذي يمكن للص سيارة أن يحلم به أكثر من ذلك؟ الخطوة الوحيدة التي يمكنك اتخاذها هنا لمنع حدوث ذلك هي إصلاح سيارتك في أماكن موثوقة. لا تذهب إلى الأماكن غير المعروفة بغية توفير بعض المال. 5. إذا كنت تعيش في مبنى سكني فعليك أن تنتبه للمكيدة التالية. يقوم اللصوص بإطلاق جهاز الإنذار في سيارتك في وقت متأخر من الليل. أنت وبصفتك الجار المهذب وصاحب الضمير تشعر بالانزعاج حرصا على نوم الجيران الهني، لذلك تقوم بإيقاف جهاز الإنذار، وهذا بالضبط ما يريده اللصوص. الآن لا شيء يمنعهم من اقتحام سيارتك وبدء تشغيلها وأخذ محبوباتك بعيدا عنك. لتجنب الوقوع في هذا الفخ نذكر مرة أخرى عجلة القيادة القابلة للإزالة وجهاز إيقاف التشغيل، فهما خياران جيدان. أو يمكنك التظاهر بأنك أصم وتجاهل صوت جهاز الإنذار. نحن آسفون أيها الجيران، أنا يعجبني خيار مقعد القذف من أفلام جيمس بوند. ها هو. 6. حسنا، لقد شاهدنا حتى الآن بعض المكائد المعقدة والمنحرفة، ولنعترف بأنها بارعة جدا. حسنا، ربما تكون المكيدة التالية هي الأبسط والأكثر خطورة، لذلك استمع جيدا. يتسكع بعض اللصوص حول محلات البقالة والسوبر ماركت الكبيرة ويطاردون فريستهم،
حيث ينتظرون المتسوقين الوحيدين للسير إلى سياراتهم وهم حاملين جميع تلك الأكياس ويتسللون عليهم، وإما أن يطلبوا منهم مفتاح السيارة ثم يأخذونها بعيدا أو يقومون بخطف صاحب السيارة، ومن يدري ما الذي سيحدث بعد ذلك. هناك بعض الخطوات الفعالة التي يمكنك اتباعها لمنع ذلك. تجنب الذهاب إلى محلات البقالة في المساء أو في الليل، هذه المكيدة لا تنجح إلا في الظلام. تجنب الذهاب إلى محل البقالة لوحدك، يستهدف هؤلاء الرجال الضحايا الأكثر ضعفا. لا توقف سيارتك بعيدا عن مدخل المحل. إذا لم تكن هناك أماكن متوفرة قريبة من المدخل، قم بالدوران حول المواقف حتى يصبح أحد الأماكن شاغرا. سلامتك أهم بكثير من وقتك. 7. وأخيرا، جرت بعض المناقشات الساخنة على الإنترنت حول حيلة جديدة يستخدمها لصوص السيارات، وهي خدعة العملة المعدنية التي يدسونها في الفراغ بين الباب ومقبض الباب. في حين يعتقد صاحب السيارة أنه أقفل الباب بجهاز التحكم عن بعد، تبقى السيارة في الواقع مفتوحة بفعل اعتراض العملة للقفل على أحد الأبواب، وبمجرد أن يمشي المالك بعيدا عن سيارته لا يواجه اللص أي مشكلة على الإطلاق في فتح الباب وقيادة السيارة بعيدا. لا أستطيع أن أقول أني قد جربت هذه الحيلة، أنا لست أحمق لهذه الدرجة. هل تعتقد أن هذه الحيلة تؤدي وظيفتها حقا؟ اكتب تعليقك في الأسفل، وأود أن أعرف ما إذا كانت هذه الحيلة حقيقية. هل سمعت عن عمليات احتيال أخرى يستخدمها لصوص السيارات في هذه الأيام؟ أخبرنا في التعليقات. انشر هذه المعرفة من خلال مشاركة هذا الفيديو مع جميع أصدقائك، حتى إذا لم يكن لديهم سيارة من المحتمل أن يملك أحد أفراد عائلاتهم إحداها. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا اضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة إذا لم يسبق لك أن فعلت. فالحياة أفضل على الجانب المشرق.